من قلب عمالة إقليم الحوز تشرف خلية تتبع مكونة من مهندسين ومختصين على عمليات إعادة الإعمار. تعمل هذه الخلية على مدار الساعة لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية، خاصة معايير مقاومة الزلزال. دونك هذا المكتب هذا اولا كيستقبل شكايات المواطنين، الناس اللي عندهم مشاكل في الدفعات، وكذلك تتبع ديال عمليه اعاده الاعمار، العمليه اللي كتبدا من اصدار التراخيص، عمليه حفر الاساسات، وكتمر عبر يعني محطات، لانه بحكم الدفعات كتمر على اربعة المراحل. تستقبل اللجنة يومياً المتضررين من أجل وضع شكاياتهم أو لتعديل تصاميم منازلهم أو للاستفسار عن الدعم المخصص لهم. هذه السيدة من إحدى دواوير الإقليم استكملت المرحلة الأولى من البناء وتستفسر عن الدفعة الثانية، التي أكد لها أحد المهندسين الشباب أنه قد تمت المصادقة عليها وستصلها في القريب. مالي الزنزان دوك اللي راب ليهم اللي مقيدين هما اللي تايبنيو، قال لي اللي دفعوا لي الفلوس، قال لي دفعوا لي 3 مليون 3 مرات، قال لي لحقاتو جوج، انا بوحدي اللي يلاه عندي يلاه وحده، بقيت نطر ان شاء الله تنسنى. تايبني شي بشي اللي احسن اللي كانوا. الحمد لله شويه بدا شويه، اصحاب اللي شادين اللي ضرب عليهم الزنزان اللي مشجلين. ابواب اللجنه مفتوحه لجميع المواطنين للاستفسار او طلب الدعم المالي الذي يصرف على مراحل حسب تقدم البناء. ترانسبور وكنطلبوا المسؤولين يشوفوا معنا في هذا الشيء، بزاف علينا الترانسبور هذا، الرملة كدير 400 درهم وكيزيدوا علينا 500 درهم أخرى، كتطلع ب1000 درهم. تخصص مساحة 70 مترا مربعا لإعادة البناء بطابق سفلي وآخر علوي لضمان استقرار وأمان العائلات.